ومن على منصة قاعة قصر الصنوبر في العاصمة الجزائرية الجزائر، صدح الرئيس الشهيد ياسر عرفات معلنا بذلك الخطاب قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف وتجسيد حلم شعب بعد طيلة أعوام من التضحيات والنضالات وتوقه للحرية والتحرر. رافقت الإعلان عن إعلان استقلال دولة فلسطين في عام 1988 هو حالة الوحدة الوطنية الفلسطينية الرائعة التي تجلت في مؤتمر الجزائر، والتي كانت صورة ناصعة ونقية ورائعة، وحدة من كافة الفصائل وبحضور جميع الفصائل والقيادات الفلسطينية. الوثيقة التي صاغها شاعر القضية الراحل محمود درويش وفور إعلانها تسابقت أكثر من 100 دولة في العالم على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة وتعزيز للحلم الوطني. حلول الذكرى 24 لإعلان الاستقلال متزامنة مع ذكرى استشهاد الزعيم الخالد أبو عمار الثامنة، كأنه تزامن يحمل دلالة هامة في تاريخ الرجل والقضية والشعب على حد سواء، ليضحى تاريخ حاضر في الوعي والقرار السياسي الفلسطيني. ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ نضاله جاءت ثمرة من تضحيات الشعب الفلسطيني والتمسك بحقوقه على الرئيس رمز الشهيد ياسر عرفات في عام 88 في الجزائر، إعلان الاستقلال الفلسطيني. هناك اعتراف اليوم لأكثر من 132 دولة تعترف بدولة فلسطين، أي بمعنى أن الدول التي تعترف بفلسطين أكثر من الدول التي تعترف بحكومة الاحتلال، وبالتالي يعني هذا هو إنجاز كبير على صعيد الشعب الفلسطيني. وتأتي ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال وسط تأكيد رسمي وشعبي على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي ما زال ينهب الأرض ويكرس سياسة القصد والعزل للقضاء على الحلم وتحريف البوصلة. هنا سجي جثمان من صاغوا وثيقة الاستقلال، وعلى مقربة منه سجي جثمان الشهيد الخالد ياسر عرفات. الاستقلال وقيادة من بعدهم حملت الراية وخاضت المعركة في أروقة الأمم المتحدة لنيل الدولة والعاصمة.